مساء الخير يا جيمي، اشرب دي بقى وتسلطن وادعي لي. طب هي السيجاره دي بقى فيها ايه يا راضي؟ حشيش. لا يا راضي، لا 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 لا، اصل انا الحشيش ده طول عمري امي كانت تقول لي ابعد يا ابني عن الحشيش واصدقاء السوء الاثنين، فانا ببعد عن الاثنين بقى. تبعد ايه؟ الحشيش ده احسن حاجه في الدنيا. لا 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 يا راضي، النسوان احلى حاجه في الدنيا، مع ان عمري ما عرفت ولا واحده. لعلمك بقى الاثنين زي بعض وشبه بعض اصلا. بجد؟ الاثنين عباره عن استفاض. في استفايه بايخه كده رخمه ما تتشربش زي المحروقه مرات الله يحرقها، استفايه كده حلوه تحب كده تتفرج عليها، تحب تقرب منها. وفي استفايه بقى عاليه قوي مش اي حد يطولها اصلا، بس في الاخر كلهم بيولعوا بيتداس عليهم بالجزم. ايه يا عم ده، انت قلبت لنا القعده غم وبتاع. ايه يا عم مراتك ايه يا عم؟ طب بقول لك ايه، اقول لكم نكته؟ بتضحك؟ بتضحك جدا. حلوه حلوه. لسه ما قالش حاجه. قول قول، ولو طلعت حلوه نضحك. خلاص ماشي. بيقول لك ايه، مره واحد شاف واحده حلوه قوي كانت ماشيه، قام فضل مشي وراها، قعد يقول لها يا قمر، يا غزال، يا جامده قوي. قامت بصله بكل دلع كده وقايله له تدفع 10 جنيه واقول لك باخد الحقنه فين؟ ادفع 100 جنيه. هو بقى دفع ال 10 جنيه. قالت له باخدها في الارزخانه اللي جنبنا. حلوه. ضحكت عليه. حلوه. لعيبه قوي. حلوه قوي. خدت ال 10 جنيه. يا اخويا انت وهو قاعدين تضحكوا سايبيني في المصيبه اللي انا فيها. الباشا المتري فين؟ مش موجود. مش موجود يا عم. جوه جوه. عنده شغل. طب اقول لكم ايه؟ حد فيكم بيفهم في الكهرباء؟ انا كهربت كتير قبل كده. يا عم التقيل، اصل انا عملت مصيبه سودة، لعبت في لوحه المفاتيح اللي مقصره على العواميد اللي بره السد، ولو الباشا المامور عرف هيوديني في 60 داهيه. بس اهدى. انت جيت في ملعبي، اصل انا وانا صغير بقى ايه، كنت مشترك في الكشافه، فكنت ماليش حل في الكهرباء. والله العظيم ماليش دعوه بالكشاف، انا عايز اخش للباشا المتر لانه بيفهم في كل حاجه. طب يا رجاله بص، انا هاخده وندخل للمتر ايه، عشان برضه نبقى مأمنين نفسنا يعني وبتاع. تمام. ونروح نعمل له الحوار ده. انتوا عارفين بقى المتر ماهر جدع مع كل الناس يعني. يلا بسرعه. يلا بقى. بص على اللمبه الحمراء يا جيمي. يا عم بس بقى. طب على مهلك على مهلك يا عم، ما توترنيش بقى. بتشويش يا رب. بقالك ساعة بتنيل ايه؟ ما هو بقاله ساعة عمال يوتر فيا كل ما اقرب من البتاعة دي، وانا مش عارف بقى بصراحة اقطع الاحمر ولا اقطع السلك الازرق. على اساس ان انت بتبطل مفعول القنبلة، انجز. انا مش عارف يا ماهر. طب قول لي، هي الكهرباء قطعة ولا هي اصلا قافلة؟ هي كهرباء قافلة قطعة، انجز. ما خدناهاش دي في الكشافة. كشافة ايه؟ اديك كشاف على وشك تنور كل الالوان دي، وسع. خد. اوعى. انت بتفهم في كهرباء؟ بحاول. خد امسك عم شلبي. تمام. ابعده بقى عشان لو حصل انفجار ما يجيش في وشك. لا ابعد انت، بدل ما الانفجار يجي في وشي يعني. انا خايف لا انت اللي تنفجر في وشه. ابعدوا عن بعض. بقول لك ايه، خلص وقت على اصفر، خلينا نخلص. بتفهم في الكهرباء؟ ما انا لا بفهم في الكهرباء، كنت اتنيلت وعملت ايه؟ طب اتنيل واقعد ساكت. حاضر يا اخويا. بص انا هقطع الاحمر. ماشي. انا بص هقفك انا بقى عند مفتاح النور، بحيث انت تقول لي قطعت اروح انا فاصل فاتح النور. ماشي. روح اقف ناس. بسم الله. قطع هناك بقى المفتاح، بعمله كده فرع عمل شرز. حاجه تضحكوا على ايه؟ فيه وشك ضلم، نور وشك قطع. لا يا راجل، هو في حاجه هنا؟ اوعى تحط ايدك على وشك هتتكهرب. اصلحه له؟ لا. بتفهم في الكهرباء؟ بقول انا بفهم في الكهرباء، كنت صلحته له. طب بتفهم في وشه؟ لا. هو ده وشي يتفهم فيه؟ انت حاطط في اكياس. اكياس ايه يا عم؟ وشك بقى نيو لوك خالص. بص في المرايه هتندهش.